صناعة الرخام من الحرف الحرة التي يلجأ إليها الشباب للتعلم والاسترزاق، على غرار الشاب منير الذي اختارها كمصدر رزق وأصبح يتفنن فيها لاستخراج مختلف الأشكال من الرخام التي تستخدم في الزينة. بديت الخدمة هذه بالعقل، بديت نتعلم وتعلمتها وحبيت الحرفة هذه. بديت 9 سنين وانا نخدم الخدمة هذه، نكوبي نمونتي ناروندي، عندي كوموند يجيو ناس يقصدوني من كل بلاص نبدا لهم. واحد عنده بوطاجي، واحد عنده ليساي سيباراسيو تاع تواقي، واحد عنده ليساي تاع بيبان، شك واحد واش عنده. عندي لي فاسك، هي حتى حاجة صعيبة، كل حاجة تجيب الإرادة. إنسان كيحب الخدمة تاعو يخدمها بلا ما يتعلمها، مثل حبيتي حاجة تعلميها. الصبر والإتقان في العمل رغم خطورة هذه المهنة جعلت منير يكتسب حرفة يعيش من مداخلها ويعلمها لغيره من الشباب. خدمة الرخام صعيبة شوية، ماشي نقولوا زعما حاجة سهلة ولا فيها الغبرة، باسكو ما كاش لي مويا لي ماسك. احنا هنا في الجزائر ما عندناش حاجة كبيرة اللي تحمي بها لي بومو ديالك. ثانية حاجة فيها الثقل، مي بصح خدمة مليحة والله الحمد لله. راني كاليفي وديجا كنت نخدم اون بليس، كنت نخدم في بلاصة قبل البلاصة هذه، كنت نخدم في ضرارية، كنت ندير ستاج براتيك لي جان اللي يجيو يخدموا. دوك راني نخدم وحدي الحمد لله، فتح لي يا ربي. في زمن يعزف فيه الكثير من الشباب عن الأعمال والحرف الشاقة، نجد الشاب منير يتشبث بصناعة الرخام، فرغم مخاطرها إلا أن فوائدها عنده كثيرة.